مساء الخير، انا مش فود بلوجر ولا حتى صاحب البيج. عارف ان انا هنزل فيديو زي ده وهيتفاجئ بيه زيه زيكم. بصوا، دي مساعده وانا مش طالبه منكم غير انكم تدعموه، لان ده شخص كاتب في جروب ان هو هيبيع كليته لو المشروع بتاعه ما استمرش، لان ده حلم حياته مش مجرد مشروعه بس. وانا مجرباه مليون مره، حرفيا جبت من عنده ديسباسيت وجبت من عنده تشيز كيك وجبت من عنده حاجات كتيره جدا، وبجد هو صعبان عليا جدا لان الحاجه بتاعته حلوه قوي، الماتيريال نظيفه بس الدنيا غاليه وبقت صعبه على الكل. هوريكم دلوقتي شكل البيج وشكل الحاجه اللي هو بيعملها، بجد يستحق الدعم. كل اللي طالباه منكم تروحوا تعملوا له لايك وتشجعوه، ولو تقدروا تطلبوا من عنده فدي هتكون حاجه يعني ربنا هيردها لكم اكيد في حاجه تانية. واللي بيساعد الناس ربنا بيساعده، مش شرط في نفس الحاجه يعني، بس هيجيلك مساعده. يا جماعه شكل البيج اسمه كينج مافن، جبت من عنده قبل كده على فكره وصورت معاكم فيديو على تيك توك، بجد حاجته تحفه. المشكله ان هو حاجته مظلومه فعلا. بصوا، بيبيع بوكس ميني ديسباسيتو خطيره، كل حاجه فيهم بجد طعمها خطير والماتيريال نظيفه جدا جدا جدا، حاجته تحفه. برده جربت من عنده قبل كده بوكس التشيز كيك، ده خطير. هو عليه ديون يا جماعه، وبجد هو مفيش حد يعني بيكتب ان هو هيبيع كليته او ان هو محتاج وبيكون بيمثل مثلا او بيلم ناس وخلاص او بيعمل ريتش او كده، لان زي ما انتم شايفينه ما عندوش عدد كبير انه يعمل ترند او كده يعني. فكل طلبهم انكم تروحوا بس تشجعوا، تعملوا له لايك كومنت شير، لو انتم مش هتشتروا قولوا لاصحابكم اعملوا شير، خلي البيج بتاعته توصل وتكبر، وربنا ان شاء الله يجازيكم خير.